السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض الفستان الجميل ده، يا رب يعجبكم ويكون سهل عليكم. هنا حبيبي عشان أبدأ أعمل الفستان محتاج إن أنا يكون عندي خيط قطن، أي خيط قطن عندك، وإبرة مناسبة لسماكة الخيط اللي إحنا هنشتغل، ومحتاجة إن أنا يكون عندي أهم حاجة مقاس البنوتة اللي هعمل عليها الشغل، فلازم يكون عندي مازورة عشان اخد المقاس واشوف هعمله ازاي. فانا هعلمك ازاي ناخد المقاس بس في الاول، وبعد كده هنشتغل من غير ما نعد غرز، يعني هو بناخد المقاس بس هوريكي. وليكن دي البنوتة هي اللي هاخد لها المقاس، باخد الدوران من تحت الباط كده اهو بالشكل ده كده اهو، واشوف المقاس قد ايه، بعمل سلسلة دورانها مقاس الدوران ده كده بالظبط من تحت الباط كده ماشي، وهبتدي اشتغل لحد ما اوصل للوسط هنا. يعني هعمل ده غرزه، والجيب المنفوش بقى هعملها غرزه تانية عشان انفشها. فهنبتدي واحده واحده مع بعض. هعمل لك سلسله، طبعا مش هعمل المقاس ده عشان صغير مش هعرف اشرح لك عليه، فهعمل نموذج بس اكبر شويه عشان نبتدي نفهم ازاي بنعمل الشكل الحلو ده. هبتدي بسم الله، هنعمل غرزه البدايه عاديه خالص، ونبتدي نعمل سلاسل اللي هي بمقاس، قلت لك ايه، بمقاس الدوران من تحت الباط كده، دوران الستر بتاع البنوتة اللي هنعمل عليها ماشي. بنعمل عدد من السلاسل، مش عدد معين يعني ولا زوجي ولا فردي، لا اهم حاجة يكون المقاس مظبوط. هكمل عدد من السلاسل نشتغل عليه النموذج ونشوف بعد كده هنعمل ايه. عملت عدد من السلاسل اهو، ببتدي افرد السلاسل قدامي وهعملها كده، وهاجي في اول سلسلة عملتها وهدخل فيها عشان اقفل الدايرة بتاعتي. وهعمل منزلقة، هطلع بثلاثة سلسلة ارتفاع، وهبتدي اشتغل في كل سلسلة تقابلني هنزل واعمل فيها عمود بلفة اهو بالشكل ده. بالنسبة للمبتدئات اهو باخد لفة وانزل في الغرزة في السلسلة، اخد لفة واطلع، اخد لفة واخرج حلقتين من على الابرة، لفة واخرج حلقتين من على الابرة. الغرزة اللي بعدها لفة وهنزل في السلسلة اللي بعدها، اخد لفة واطلع، بقى عندي ثلاثة، باخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين اهو بالشكل ده. واللي بعدها نفس الحكاية، وهكمل الدور كله بالشكل ده. هيجي في اول عمود عملته وهقفل بمنزلقه، بطلع ثلاثة سلسلة ارتفاع عشان اعمل الدور الجديد ماشي، باخد لفة وبنزل في العمود اللي بعده واعمل عمود، وفي كل غرزة بعمل عمود، وهبتدي امشي كده كل الادوار اللي جاية، بفضل ماشية كده عدد من الادوار كلها اعمدة لحد ما اوصل لمقاس الوسط هنا، عشان بعد ما اوصل لمقاس الوسط هغير الغرزة عشان ابتدي اعمل النفشة بتاعت الجيب بتاعت الفستان. فهعمل عدد من الادوار كلها اعمدة بالشكل ده لحد مقاس الوسط هنا. هنا كده حبيبي دلوقتي خلاص انا يعتبر هعتبر ان انا هنا وصلت خلاص الجزء ده مقاس من اول تحت الباط لحد الوسط تمام. هبتدي بعد كده اغير الغرزة عشان اعمل النفشة بتاعت الفستان. طيب هنعملها ازاي؟ بصي معايا، ابتدي اطلع خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو بالشكل ده، واجي للي بعدها على طول واعمل حشو، واعمل خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واللي بعدها على طول هنا ما سيبش سلاسل، اللي بعدها على طول اعمل حشو. ليه؟ لاني انا عايزة اعمل ازود الغرز عشان تديني النفشة في الاول، وبعد كده هنشوف هنظبطه ازاي ماشي. طيب نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهاجي للي بعدها واعمل حشو، وهمشي الدور ده كله بالشكل ده، خمسة سلسلة واللي بعدها حشو، خمسة سلسلة واللي وراها على طول حشو. في اخر غرزة معايا اهو، وهعمل الحشو بتاعي تمام، وهقفل هنا بمنزلقة. هبتدي امشي فوق السلاسل دي بمنزلقة عشان انا عايزة اوصل للنص هنا اهو، وصلت للنص بنزل هنا واعمل منزلقة، وهطلع منها بخمس سلاسل تانيين، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، مشيت بمنزلقة عشان اطلعها من نص ايه الغرزة هنا. برضو هكمل
خمسة سلسلة واللي بعدها هعمل حشو، خمسة سلسلة واللي بعدها هعمل حشو، وهفضل ماشيه كده عدد من الادوار. ولو عايزه اوسع اكتر، يعني حسيت ان انت عايزه تنفشي اكتر، ابتدي زودي السلاسل بقى، يعني ابتدي اعملي مره سته كام دور كده، سته، وبعد كده عايزه تزودي سبعه تمانيه، بس مش ورا بعض، يعني كل تلات اربع ادوار مثلا. تمام، فانا هكمل. المهم الفكره يعني عرفتيها ازاي، هكمل واوريكي بقى في الاخر انا عملت ايه ومشيت ازاي، عشان نبتدي نركب الاكسسوارات اللي موجوده على الفستان، نشوف بنعملها ازاي بنركبها ازاي. هنا كده انا خلاص وصلت للطول المطلوب، فضلت اشتغل، مشيت على خمس سلسله وحشو، خمسه سلسله وحشو، ومشيت بعدد بالادوار ديت لحد ما وصلت للطول اللي انا عايزاه. لو انت وصلتي مثلا للطول القصير وحسيتي انك عايزه توسعي اكتر، فبتبداي تزودي بدل الخمسه سلسله سته سلسله او سبعه سلسله. كل ما هتزودي في السلاسل كل ما الفستان هيوسع معاكي اكتر وهيبقى شكله اظرف، يعني ده لو انت حابه، انما هو كده على الخمسه سلسله ماشي للاخر، هو هيبقى كويس. يعني بعد كده هيجي دور ان احنا بنعمل الدواير عشان نركبها، هنركبها معانا على الاطراف واحنا شغالين، انما بقيه الدواير يعني انا لقيتها صعبه عليكي تشتغليها تشبكيها واحنا اثناء الشغل، فانا هثبتها من بره على الشغل، هيبقى اسهل ليكي وهيبقى شكله اظرف، يعني هتقدري توزعيها احسن. فدلوقتي جه دور نتعلم ازاي نعمل الدواير بالنسبه للمبتدئات اللي لسه مش عارفه تعمل الدواير خالص. انا هعلمها لك بطريقه سهله. هنجيب اي بواقي خيوط عندنا هنشتغل بيها، وليكن مثلا ايه الخيط الاصفر اللي هبتدي بيه، بعمل عقده البدايه، طبعا يحبذ انه يكون خيط رفيع عشان يظهر ويبقى شكله كويس في الشغل. ببتدي اعمل اربعه سلسله، وهبتدي اقفل اول سلسلة عملتها بمنزلقة او بالشكل ده، قفلت الدايرة الصغيرة معايا، هطلع بتلاتة سلسلة ارتفاع، وبعدين هدخل في قلب الدايرة اللي عملتها دي واعمل عدد من الاعمدة، عاملة الدايرة دي بالاعمدة، وليكن هعمل مثلا 16 عمود. تمام، هشتغل جوه الدايرة دي 16 عمود، اهو باخد لفة وبنزل جوه الدايرة، اخد لفة تاني واطلع، بقى عندي تلات حلقات اهي على الابرة، اخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، وهكذا همشي السلاسل كلها، اهو بدخل جوه الحلقة اللي عملتها وبعمل ايه السلاسل بتاعتي، هكمل 16 عمود. بعد ما خلاص عملت الدايرة بتاعتي بقفلها بمنزلقة في اول عمود عملتها، بصي بسيب الارتفاع ده ماليش دعوة بيه، بدخل في اول عمود وبعمل منزلقة عشان اقفل الدايرة بتاعتي. تمام، في المرحلة دي عايزة تغيري اللون غيري، يعني انا ممكن اغير لك اللون هنا عشان نبدأ باللون جديد، اهو بنهي الشغل بقص الخيط وبجيب لون جديد ابدأ اشتغل بيه دور تاني. بدخل في اول سلسلة هنا وبسحب الخيط الجديد بتاعي اهو من هنا كده، وباخد الخيطين اللي هي الفتلة الزرقاء دي مع الفردة الزرقاء الطويلة، وبعملهم سلسلة كده عشان اشبكها ببعض. بعد كده بسيب القصيرة دي واخدها معايا هنضفها، هي والغرزة وهي والخيط الاصفر ده مع بعض عشان ايه انضفهم وانا ماشية. عملت سلسلة اتنين تلاتة. تمام، تاني دور بنعمل ايه، بنمشي في كله تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني في كل سلسلة تقابلني بعمل اتنين عمود، كل غرزة بعمل اتنين عمود مع بعض. تمام، في كل غرزة تقابلني بعمل اتنين عمود مع بعض، وده التزايد اهو، في كل غرزة بعمل اتنين، وده بيبقى تاني دور في اي دايرة بعملها عشان تطلع معايا مفرودة، لاني لو اشتغلت اعمدة بس من غير التزايد هتلاقيها تتكور معايا كده ومش هتتفرد، مش هيبقى يعني زي المفرش المفرود، لا هتبقى زي الكورة. تمام، فاحنا هنمشي عشان الدايرة تطلع معانا مظبوطة ومفرودة. تاني دور ده في كل دور في كل غرزة، اسفة، في كل غرزة اتنين عمود، وده اسمه تزايد. يعني اما اقولك تزايد يعني تعرفي اتنين عمود في نفس الغرزة. هنكمل ونرجع. خلصت التزايد في الغرز كلها، وباجي بقفل في اول عمود عملته بمنزلقة. تمام، طيب بعد كده انا حابة اغير اللون برضو، فايه هنهي الخيط ده وهنعمل لون جديد.
وليكن اللون الروز مثلا. نفس الحكايه برضو، بدخل هنا مكان ما انتهيت وبسحب اللون الجديد بالشكل ده، وباخد الفتله بتاعته الثانيه ونعمل سلسله. ودي اول سلسله عملناها في الارتفاع، واتنين وتلاته. دايما الارتفاع بتاع العمود بيبقى تلاته سلسله. باخد معايا الخيوط دي وانا شغاله. الدور اللي بعد كده بنعمله عباره عن عمود وتزايد، عمود وتزايد. اتفقنا التزايد اللي هو اتنين عمود مع بعض في نفس الغرزة. فهاجي هنا واعمل، هعتبر ده الارتفاع وده اول عمود. تاني عمود هنا بعمل اتنين تزايد اهو. ببتدي ماشية بقى عمود، يعني اللي بعدها عمود واللي بعدها تزايد واللي بعدها دي تزايد. بفضل ماشية الدور ده كله، واحدة عمود وواحدة تزايد. يبقى احنا بعد ما خلصنا في الاول خالص صف الاعمدة، عملنا في كل الادوار تزايد. الدور اللي بعده عمود وتزايد. هفضل ماشية كده لاخر الدور. هنا خلاص في نهاية الدور ومانيش دعوة بالارتفاع، بقفل في اول عمود عملته. باجي هنا كده وبعمل منزلقة. شايفة الدايرة بقت مفرودة معايا ازاي؟ طيب الدور اللي بعده كده، اللي بعد كده بعمل ايه؟ بعمل اتنين عمود وتزايد، اتنين عمود وتزايد. وهتلاقي في كل دور الاعمدة هي اللي بتزيد معاكي، يعني الدور اللي بعده هتلاقيه تلاتة عمود وتزايد، اللي بعده اربعة عمود وتزايد. بتعملي الدوائر دي بتكبري على حسب الحجم اللي انت عايزاه بقى. يعني انا عرفتك الفكرة، بتعملي على حسب اللي انت عايزاه. تمام؟ اهي بصي هتلاقي نفسك هنا بتعملي عمود وهنا عمود وهنا تزايد. هي هتلاقيها جايه لوحدها اهي، هنا عمود وهنا عمود وهنا تزايد. بتعملي في قلب التزايد تزايد تاني، واخده بالك؟ فكده خلاص انا مثلا هكتفي بكده. انت عايزه تكبري طبعا كبري الدوائر. هنعمل الدوائر على حسب ايه؟ على حسب الفستان اللي عندنا. يعني انت هتجيبي الفستان بعد ما خلص وهتبتدي بالدبابيس تشبكي اماكن الدوائر اللي انت عايزاها. انت طبعا هتعملي احجام مختلفه، ما تعمليش حجم واحد. يعني مثلا ممكن هنا انا عملت اهو مجموعه من الدوائر الوان مختلفه واشكال مختلفه، ماشي. ممكن نحط مثلا في النص هنا واحده صغيره، وهنا في الاجناب هنا مثلا اتنين وسط مثلا اهو، هنشبكهم بالشكل ده. تمام؟ وبعد كده ممكن نعمل صف كله صغير، يعني شكلي ونوعي، يعني ما تخليش كله اسطمبه واحده عشان يدي شكل ويدي استرس حلو كده للشغل. تمام؟ طيب احنا الوقت ايه ده هنشبكه بالدبابيس قبل ما نشتغل عشان ما يتحركش مننا، ونعرف اماكنهم فين. يعني نظبط اماكنها وتشبكيها بالدبابيس، وبعد كده هوريك ازاي تثبتيها. تثبيتها سهل جدا جدا بالخيط والابره عادي خالص. بس دلوقتي قبل ما اشبك الدوائر دي حابه اعمل ايه؟ هي هنا في الصورة عاملة نص الدايرة على طرف الفستان، فدي اللي هعملها لك الأول، ماشي. هنشبكها الأول اهي، مثلا نص الدايرة اهي، هخلي نص الدايرة بالظبط بره ونصها على الفستان، ماشي. وهبتدي أشبكها أهو بالشكل ده. هاجي بعد كده طبعا اللي في الطرف ده بيبقى كله مقاس بعضه، بيبقى كله ايه الحجم الكبير، أكبر حجم أنت عايزاه. منه هيطول الفستان ومنه هيبقى ايه شكله ظريف جدا معاكي بالشكل ده كده. هنبتدي نشبك الدوائر اللي انا عملتها على ديل الفستان بالشكل ده. حطيت الدبابيس اهي، شبكته بالدبابيس عشان تبقى سهله معايا ان انا ارجع ايه اشبك بيها على طول. هاجي بقى هنا، انا شبكت اول واحده عند ايه نهايه الخيط اللي انا عملته، عند اخر غرزه هنا. تمام؟ بمشي هنا منزلقه لحد ما اوصل لاول الدايره بتاعتي. الدايرة هي اللي على الفستان والنص التاني بره الفستان. هعمل ايه؟ هبتدي اشبك هنا بمنزلقة، ماشي. شبكت اول الدايرة هنا بمنزلقة. بعد كده هعمل هنا نص عمود. انا لما جيت اشبكها، بصي اسفة ما وريتكيش الحتة دي، لما جيت اشبكها دخلت في الغرزة دي نفسها، دخلت في الدايرة وفي نفس الوقت دخلت في طرف الفستان اهو، دخلت في الغرزتين دي اهي مع بعض اهو، ورحت عاملاها حشو، ماشي. اللي بعدها بقى هتبقى بره الفستان، هشتغل على طرف الدايره نفسه. انا بس شبكتها باول غرزه. بعد كده هعمل نص عمود وسلسله،
نص عمود وسلسلة. السلسلة دي عشان انا بعمل دايرة عشان ما تقوسش معايا، فبديها براح على الطرف. تمام. بعد كده هاجي هنا واعمل عمود وسلسلة، عمود وسلسلة، بعمل ما بين كل عمود سلسلة عشان تدي وسع معايا للدايرة وما تقوسش مني. يبقى احنا هنا بدأنا بتلاتة حشو اتنين نص عمود، واشتغلنا كله عمود ما بينهم سلسلة. هنيجي في الاخر برضو هنعمل اتنين نص عمود ما بينهم سلسلة وهنشبك هنا بالحشو. يعني ايه؟ تخلي بالك وانت شغال عبال ما نوصل للطرف التاني. اهو سلسلة وعمود، سلسلة وعمود. هفضل شغالة سلسلة وعمود لحد ايه؟ التلات غرز الاخر. هنا خلاص وصلت اهو ان انا هعمل سلسلة ونص عمود بقى عشان اقصر العواميد معايا تديني شكل الدوران في الاطراف. سلسلة ونص عمود، ووصلت اهوت هنا للطرف اللي انا ايه هشبكه. هدخل هنا بقى وصلت هنا للطرف اهو اللي انا المفروض بقى هفردها قدامي كده عشان اعرف انا وصلت لفين. اهو وصلت للغرزة اللي فوق غرزة الفستان على طول. هقوم ايه عاملة سلسلة وداخلة في غرزة اول غرزة هنا، اخر غرزة هنا، والغرزة اللي في الفستان، واسحب الخيط واطلع واعمل حشو. خلاص هبقى شبكة دي جنبها اهي بالشكل ده، هتبقى لازقة فيها. تمام. همشي بقى الجزء ده برضو سلسلة، لا هعمل سلسلة وحشو، سلسلة وحشو، بتديني شكل ظريف على طرف الفستان. سلسلة وحشو، سلسلة وحشو، وهروح بقى على طول زي ما عملنا هنا هنعمل هنا حشو جديد بحشو، وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين نص عمود، وسلسلة ونص عمود، وسلسلة، وبعدين أبدأ أعمل أعمدة بقى ما بينهم سلسلة، عمود وسلسلة، عمود وسلسلة، لحد ما أوصل للطرف التاني وأثبته زي ما ثبتت ده. بصي بعمل الأطراف كده بتاعت الفستان. خلاص هشبك كل الدواير داير ما يدور على ديل الفستان بالشكل ده. نيجي بقى انا لو حابه مثلا هشبك بقى فوق، طب هشبك فوق ازاي؟ هظبط بقى مثلا هحط هنا مثلا اللون ده، وهنا والنفرة هحط ايه اللونين دول مثلا معايا. تمام. هشبكهم عادي خالص، بجيب الخيط ان نفس لون الخيط اللي بره ده، واخيط بالخيط والابره اكني بخيط حاجه عادي خالص. هثبتهم في الطرف في الغرزه اللي تحت دي، هوريك ازاي واحنا شغالين. اهو بصي ولنفرض انا عايزه اثبت دي، ثبتها الاول بدبوس عشان احدد مكانها. ماشي اتفقنا، كله هنشبكه بدبابيس، بس انا ايه بوريكي واحده واحده. طيب دلوقتي هنا عايزه اشبك دي، فبجيب خيط نفس لون مثلا الخيط الاخير ده اللي هو اللي بره ده، ببتدي ادخلها في الفستان وادخلها في الحلقه الخلفيه بس، الحلقه الخلفيه بس من الغرزه عشان ما تبانش معايا، رغم انها نفس اللون بس برضو علشان ايه الخيط يبقى نضيف معايا. طبعا دي بعقدها الاول. بصي برجعها تاني في الغرزة اللي وراها عشان انا عايزة اربطها عقدها عشان ما تفكش مني، فلازم اعمل يعني الحاجة دي ثابتة عشان دي الاطفال، والاطفال انت عارفة بتحب تفرك كتير وبتلعب كتير، فممكن يقع منها. لا احنا عايزين شغلنا يبقى ايه جامد، نثبت عليه كده. خلاص هنبتدي نخيط خياطة عادية. بصي بدخل من تحت الفستان على الغرزة اللي تحت اهي، وابتدي ارجعها برضو من تحت الغرزة اللي ورا دي، هرجعها برضو في الفستان تاني اهو بالشكل ده. ماشي ابتدي اطلعها على الغرزة اللي بعدها، بس باخد الحلقة الخلفية بس
عشان بصي يبقى قدامي من فوق هنا نضيف، مفيش اي خيوط باينه ولا اي خياطه باينه. تمام، هرجع انزلها. بصي الحلقه الخلفيه دي هنزلها منها بالشكل ده، وهبتدي اخيط كل الدوائر اللي عندي بنفس الشكل. بصي اهي بقت ثابته معايا وشكلها جميل وظريف. هبتدي دايره دايره اثبتها بالابر بالدبابيس معايا، وبعدين ابتدي اثبتها كده زي ما انا وريتك. خلاص، طيب نيجي دلوقتي لحاجه مهمه، فاضل حاجتين بس هقول لك عليها، وهي طريقه الكم المنفوش ازاي بنعمله يطلع منفوش كده وحلو معانا لاي فستان، مش شرط الفستان ده. بصي عشان نعمل الكم بناخد طبعا مقاس دوران الدراع بتاع الطفله اللي هنعمل عليها، تمام؟ زي ما عملنا خدنا دوران الستر، هناخد دوران الدراع من فوق من هنا اللي هو مكان الكم، هيبقى من هنا هيبقى الدوران كده، ماشي؟ هنقيسه قد ايه ونعمل مقاسه بالظبط عدد من السلاسل. برضو مش لازم يعني تعدي، مش لازم الاعداد، بس في الكم ضروري تعدي عشان تطلعي الكمين زي بعض، يعني تحفظي بدأتي بكام سلسله عشان ما يطلعش كم واسع وكم ضيق، فاهماني ازاي؟ فتعدي بس عشان تعرفي بس الكم التاني تعمليه زيه. هنعمل عدد من السلاسل وليكن مثلا هو ده دوران مقاس دوران دراع الطفله مثلا، يعني ازود لك كمان اتنين عشان تظهر معاك اهو. بنبتدي نقفلها في اول سلسله عملناها في الصدر بالظبط اهو بالشكل ده، بطلع ثلاثه سلسله وببتدي اعمل في كل غرزه تقابلني عمود بلفه. اهو بالشكل ده همشي على طول الدور ده كله عمود بلفه، اكننا بنعمل في الصدر بالظبط زي ما بنعمل في الصدر اهو البدايه خالص. في كل غرزه هعمل عمود، في كل غرزه هعمل عمود، واخلص كله بالشكل ده. هنا خلصت الاعمده بتاعتي وهبتدي اقفل في اول عمود عملته بالشكل ده، تمام؟ بعد كده هطلع ثلاثه سلسله وهبتدي اعمل تزايد في كل غرزة، بعمل اتنين سلسلة في كل غرزة، قصدي اتنين عمود في كل غرزة، اعمل اتنين عمود تزايد في الدور كله. ليه انا بعمل تزايد؟ علشان يديني النفشة، يعني اكني بعمل دايرة، لا انا بعمل بداية الكم المنفوش، هو ده بدايته. بعمل في كله كده، كل غرزة تقابلني اعمل تزايد اتنين عمود اهو بالشكل ده. هنخلص ونشوف هنعمله ازاي. خلصت الدور بتاعي وبقفل في اول عمود عملته بمنزلقه كالعاده اهو، بقى عندي بالشكل ده. بصي تحسي ان هو ادى دوران قوي، بقى عامل زي المفرش، تمام؟ هنطلع ثلاثه سلسله وهنبتدي نعمل بقى في كل غرزه عمود واحد بس. انا خلاص مش عايزه اتزايد اكتر من كده، كفايه كده، فهعمل فوق كل غرزه عمود واحد. خلاص كده خلصت دور الأعمدة بتاعي، وهعمل برضو هفضل أكرر عدد من الأدوار لحد ما أوصل للطول اللي أنا عايزاه، ماشي؟ هو بيبقى يعني كام صف كده، مش كتير، انت شوفي على حسب مقاس البنوتة اللي عندك قد ايه. فانا هعمل هنا دور كمان عشان اوريك ازاي بعد كده بنضيقه عشان ايه يدينا شكل البومبي بتاع الكم، ماشي؟ هنفضل نشتغل كده عدد من الادوار لحد ما انت تشوفيه مناسب وتوقفي، تمام؟ كله اعمدة عادية من غير اي تزايد، كل الادوار دي من غير اي تزايد. هنوقف بس لحد ايه قبل المقاس المطلوب بثلاث اسطر كده، تمام؟ هنا كده انا هكتفي بعدد الاعمده دوت عشان اوريه بعد كده ازاي بقى بنعمل تناقص، بحيث هنلم الكم معانا بحيث في الاخر يبقى نفس مقاس البدايه، تمام؟ هنطلع ثلاثه ارتفاع بتوعنا، تمام؟ بنعمل اول عمود، عملنا تاني عمود،
في تالت عمود بنعمل تناقص، يعني بناخد لفة على الإبرة، ننزل ناخد لفة، نخرج حلقتين، ما نكملش العمود، بس هنقف على هنا، هناخد لفة وننزل في العمود اللي بعده، ناخد لفة ونطلع ونخرج حلقتين، بعد كده هنسحب التلات حلقات دول. كده احنا عملنا غرزة، يعني خدنا الغرزتين دول اهو قفلناهم غرزة واحدة، ده التناقص بتاعنا. هنمشي كده نعمل تلاتة أعمدة، واحد اتنين تلاتة، وفي التالتة بنعمل تناقص اهو، بنخرج حلقتين، بنخرج حلقتين لفة وننزل في اللي بعدها لفة ونخرج حلقتين، وبعد كده نسحبهم مع بعض. بنمشي كده تلاتة عمود وتناقص، تلاتة عمود وتناقص لنهاية الدور. وصلت لنهاية الدور وهقفل بمنزلقة بالشكل ده واطلع تلاتة سلسلة. بعد كده الدور اللي بعده بنعمل اتنين عمود وتناقص، احنا كنا في اللي قبله بنعمل تلاتة عمود والرابع تناقص، لا هنعمل هنا اتنين عمود وفي التالتة تناقص، نروح للي بعدها عمود واللي بعدها عمود وفي التالتة هنعمل تناقص. هيصادفني هنا التناقص اهي، انا عاملها معاملة غرزة واحدة اهي، لكنها غرزة عادية خالص. هنبتدي نعمل تناقص كده في الدور. بصي ابتدى الشكل يظهر معايا، الدوران بتاع الكم. هنكمل الدور ده كده اتنين وتناقص لحد ما نيجي بقى نشوف الدور اللي بعده هنعمله ازاي. خلصت خلاص السطر وقفلت بحشو، لسه عندي الكم واسع مش مقاس البنوتة. انت لو البنوتة اللي عندك يعني دراعها مليان ولقيتي ان الدوران ده مقاسها خلاص وقفي، انما لو لسه عايز يدقي كمان فاحنا بنطلع بتلاتة سلسلة، وده اخر دور بقى بنعمله، وبنعمل واحدة وتناقص. ماشي، بنعمل عمود وتناقص، بنعمل اول واحدة هنا عمود واللي بعديها تناقص بالشكل ده، ناخدهم مع بعض، واللي بعديها عمود واللي بعديها تناقص اهو بالشكل ده، همشي الدور ده كله. خلاص خلصت خلاص وصلت لنهاية الدور وبقفل بمنزلقة. وزي ما انت شايفة معايا الكم بقى شكله جميل ازاي ومنفوخ وشكله حلو قوي. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده بنيجي بنركب بقى، بنعمل دوائر نفس اللي عملناها ونشوف المقاس برضو اللي انت عايزاه، وبنفس الفكرة بنركب على الكم كله الدوائر، بنثبتها بالابر وبتتخيط بالخيط والابرة زي ما وريتك، تمام. بس احنا دلوقتي عايزين نثبت الكم في الفستان، بنيجي في الجزء اللي هو المفروض تحت الباط كده، ماشي. وبعد ما بنخلص الفستان ده الطرف بتاعه، بنيجي هنا بالخيط والابرة برضو وبنثبت الجزء ده بس من هنا لهنا، يعني يعتبر نص الدايرة. بعد ما بنركب عليها الدوائر بتاعتنا وكل حاجة، بنيجي في الطرف هنا وبنثبتها بالخيط والابرة كويس جدا، والكم التاني نفس الحكاية، تمام. طيب الحاجة التانية اللي عايزة اقولك عليها المهمة، بعد ما بنخلص الفستان لو حسيتي ان هو واسع من فوق وممكن يقع من الطفلة، فانت بتجيبي فيه استك اللي هو رفيع جدا ده اللي هو اسمه استك مكوك، ده بتدككي هنا ما بيبانش ما بين الغرز، يعني بتفوتي غرزة او غرزتين وبتدككي باستك ابيض او فاتح يعني علشان ما يبانش من الفستان بس. وبكده بيكون خلص، قلتلك كل الافكار اللي في الفستان اللي ممكن تعمليها. يا رب اشوف تعليقاتكم، ويا رب اشوف التنفيذ بتاعكم، ويا رب تعليقاتكم الحلوة اللي بتسعدني دايما. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.